حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل، حينما نجوب أغلفة الدفاتر باحثين عن المنتمي، بينهن يلوح صوت يحكي لنا كل هوى الوجدان وما تحت الأفئدة. إنه الشاعر والشاهد والرقيب من قلب العاصمة الحبيبة بغداد، من شارع الثقافة، من قبلة المثقفين العرب في شارع المتنبي. حلقة جديدة من برنامجكم بيت للكل الذي يعرض من خلال شاشة قناة العراقية وشاشة القناة المصرية والأردنية والفلسطينية. خليني بالبداية أرحب من قبلة المثقفين بزملائي اللي راح يشاركوني في هذه الحلقة من بغداد الحبيبة. مسيت العافية عليكم، منورين. مساء الخير يا أحمد، مش قادرة أقول لك سعادتنا أكيد. وإحنا موجودين في شارع المتنبي، كان لنا الحظ من خلال بيت للكل إن إحنا جينا العراق منذ شهور قبل إعادة التعمير لهذا الشارع الجميل. منذ دخولي للشارع وأنا أشعر بسعادة طاغية، أشعر بسعادة ليس فقط لإعادة الشارع الجميل هذا وجماله، ولكن لبدء خطوات العراق وعودة الثقافة والرقي وإحياء التراث والرقي الموجود المعروف عن العراق. في شارع المتنبي عيونك تأخذ فيها، يعني تقرأ الثقافة وتقرأ الكتب وتقرأ المجلدات وترى كل الكتب العربية موجودة بين الدواوين الشعرية، بين الثقافة، بين التاريخ والجغرافيا، بين الشعراء. هذا هو الشارع المسمى باسم أبو الطيب المتنبي، سمي هذا الشارع باسم المتنبي، والمتنبي أصلاً سمي بالمتنبي لأنه كان عنده من النبوة في شعره وكان يتفرد بشعره. هذا الشاعر العظيم من مفاخر الأدب العربي، نحن نتروق كل يوم بقصائده الجميلة، أكثر من 326 قصيدة. هذا الشاعر العظيم الذي عاش وكتب ومدح الأمراء والملوك، ولكنه كان يعني عزيزا كريما بكبرياء عظيم، كان يقرض الشعر وهو في عمر 9 من عمره. هذا الشارع والشارع الجميل، نحن في بغداد بين الثقافة والتراث والمحبة، وبيت للكل مع شارع المتنبي. أهلا بكم. نعم شافكي، ومن أكثر الأبيات الشعرية المتداولة لأبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي الكرام على قدر المكارم. أهلا وسهلا بكم من قلب العاصمة العراقية بغداد، أهلا وسهلا بكم من قلب هذا الشارع النابض بالحياة. عندما سئل أبو الطيب المتنبي عن سبب تسميته بهذا الاسم، قال: أنا أول من تنبأ بالشعر. اليوم في هذه الحلقة من هذا الشارع الجميل جدا، شارع المتنبي الذي يتميز بالحيوية والثقافة والشعر واحتوائه على عدد كبير من المكتبات والمخطوطات القديمة، الكتب الفرنسية، الإنجليزية، العربية النادرة، وأيضا يتميز بوجود تمثال لأبو الطيب المتنبي ويؤدي إلى إحدى ضفاف نهر دجلة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من كل مكان. يعني شاهد، ممكن أنا أكمل على كلامك بنبوءة من شعر المتنبي لما قال: ما شيد الله من مجد لسالفهم إلا ونحن نراه فيهم الآن. هو معنى يختصر العراق ويختصر بغداد ويختصر هذا الشارع الذي نحن بحضرته نكون بحضرة روح المتنبي بشعره وأدبه وبلاغته ومتانة كلماته. يذكرنا أن العراق مهما أرادوه منتهيا إلا أنه كالفينيق يخرج من بين الكلمات، يخرج من كل حرف، من كل معنى، من كل بلاغة، ويختصر في هذا الشارع وهذه المعاني الجميلة. نرى هؤلاء الرواد الذين يأتون من كل مكان فقط ليطالعوا التاريخ والجغرافيا الذي بدأ من هنا وانتهى هنا. العراق الذي ساهم في أكثر من 70% من الحضارات في العالم، ومن التقدم ومن التطور، وهذا يعني بشهادة جميع الوثائق وبشهادة جميع الباحثين.
العراق الذي لن ينتهي ولم ينتهي، بل يبدأ من هنا والآن، ومع هذا التطور وهذا الإحياء الجميل للتاريخ يا أحمد. نعم يا ياسمين، حقيقة بعد هذا الكلام المميز، وإحنا نتواجد في شارع المتنبي وعلى بعد زقاق واحد تنسدل دجلة كقصيدة شعر، تنثر الكلمات نثار النجوم في سماء القصيدة. لذلك أصبح أبو الطيب المتنبي هذا الشاخص والشاهد على الكثير من الحقب الزمنية المهمة، ومثل ما ذكروا زملائي في كثير من الحديث، ذكروا بأن كان يكتب حتى في بلاط السلاطين، لكنه كان صاحب الكعب الأعلى الذي يعتز بنفسه وشعره. لذلك أصبح المتنبي هذا الشارع بعد عودته من الدمار والخراب اللي تعرض بسبب العمليات الإرهابية حقيقة في عام 2007، وفقدنا كثير من الأحبة والأسماء، عادت المتنبي وعادت الحياة إلى هذا الشارع في دبيب وحركة الناس، وأيضا هذه المكتبات الكبيرة. لذلك راح يكون في حلقتنا لهذا اليوم محورين مهمة. المحور الأول، وإحنا نستذكر تفجيرات شارع المتنبي الأليمة اللي حقيقة حاول الإرهاب طمس الحقيقة الثقافية العربية أو الهوية العربية الثقافية لشارع المتنبي اللي كان الحاضنة الحقيقية لكل العرب من الأدباء والشعراء والمثقفين والمفكرين والمبدعين. لذلك شارع المتنبي يعود للحياة. بالإضافة إلى المحور الثاني، سوف يكون مع الخبير والكاتب الدكتور علي النشمي اللي راح يتحدث بأدق تفاصيل وأجملها عن شارع المتنبي والذكريات المهمة والحقب الزمنية اللي مرت. هذا الشارع شهد على كثير من الأحداث المهمة للعراق. عندما تبحث عن الجمال وعن الحب وعن الإنسانية، ابحث داخل شارع المتنبي.